بعد أن دقت طبول الحرب لعقود في السودان، تقرع الآن احتفاء بانتصار السلم على إيقاع أهزيج السلام لتتوج اليوم بحكومة سلام السودان. خرجت حكومة سلام السودان الانتقالية إلى العلن مكونة من 25 وزيراً من مكونات قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والجبهة الثورية. فدخل وجه حركات التمرد البارز جبريل إبراهيم ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي إلى حكومة حمدوك الثانية، حكومة محاصصة رجحت فيما يبدو استحقاق السلام على الاقتصاد، رغم أن كفة التحدي الاقتصادي ثقيلة في ميزان المرحلة التي يمر بها سودان ما بعد الثورة. لكن محللين في السودان يجدون مبررا لاختيار وزراء أساسة في هذه المرحلة المفصلية من الفترة الانتقالية، خاصة اختيار رئيس الجبهة الثورية جبريل إبراهيم لوزارة المالية الحيوية، إلى جانب وزراء آخرين من المتمردين السابقين كحصة لشريك السلام. يبدو واضحا من وجود الدكتور جبريل إبراهيم في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي علاقات واسعة، يتمتع بعلاقات واسعة على مستوى الإقليم الدولي، وهو أيضا يعني رقم مهم جدا على الخارطة في إقليم دارفور، ومن المشاركين على مستويات كبيرة جدا في السلام. وأعتقد أنه القبول الذي يتمتع به دوليا وإقليميا على المستوى الإقليمي ودول الدول الحافظة والمساندة لاتفاق السلام قد يعبر بهذه الفترة الحرجة للسودان اقتصاديا. وتصريحاته التي أدلى بها اليوم يعني كانت موفقة وكانت إيجابية جدا، أنه حيعمل، لم يوعد قطعا بإنهاء الصفوف، لكن قال سيعمل على إنهاء الصفوف في الوقود والخبز وما إلى ذلك. ويأخذ السودانيون على حكومة حمدوك الأولى التي شكلت من كفاءات تمثل في غالبها قوى الحرية والتغيير أنها لم تفلح في حل المشكلات الاقتصادية رغم الفرص التي أتيحت لها تباعا. هذا التكوين من الممكن أن يكون جيد إذا روعي فيه يعني أخذ الكفاءات من كل طرف من المكونات، ولكن الواضح أن هذا التكوين جاء محاصصة بين المكونات الثلاثة، والآن البلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا. هذه الأزمة يعني وصلت فيها يعني إلى ذروة كبيرة، يعني الناس الآن يعانون في سبيل المعاش معاناة كبيرة. الحكومة لم تنجح في استجلاب استثمارات حقيقية من شركاء السودان، عقدت الكثير من المؤتمرات للمانحين ودعم يعني السودان، الديون إلى الآن لم تحفى، يعني هنالك تحديات أساسية في المجال الاقتصادي. السودانيون الذين اكتووا بنار التقاتل الداخلي وتدهور الاقتصاد وتردي الوضع المعيشي ينظرون إلى حكومة المحاصصة الجديدة بأمل يشوبه الخوف من فشل جديد في حل مشاكل كثيرة ما تزال عالقة. في الواقع يبدو أن هذه الحكومة ستواجه تحديات على مستوى كبير، باعتبار أن الشعب السوداني عويل عليها آمال عريضة وطال انتظارها طويلا بعد مسيرة الإعداد لها أو تشكيلها على الأقل الذي استغرق وقت طويل جدا. الملف الاقتصادي بالتأكيد هو الذي يقع على رأس هذه الأولويات، لأن الشعب السوداني قد ضاق زرعا بالتدهور الكبير والمريع في الجانب الاقتصادي، خاصة تدهور سعر العملة الوطنية والغلاء الكبير الذي يسود الأسواق بجانب الندرة في بعض السلع. ويبرز بين التحديات المتعددة تباين الرؤى والتصورات بين المكونات المؤلفة للحكومة، ما سيلقي بظلاله دون ريب على تناغم الوزراء في اتخاذ القرارات المصيرية للسودان، خاصة العلاقات مع إسرائيل والتسيير الاقتصادي بما فيه التعامل مع المؤسسات المالية الدولية. التحديات السياسية للحكومة ستظل أيضا كبيرة، على رأسها مسائل مختلف حولها بين تشكيلات الحكومة، مثل قضية التطبيع مع إسرائيل
أيضا ربما العلاقات الخارجية وسياسة المحاور، وإلى أي مدى ستتجه الحكومة إلى أن تكون مع محور رمي المحاور، خاصة وأنها بدأت في الفترة الأخيرة تحركات على مستوى واسع على المستوى العربي والإفريقي في إطار حشد الدعم للحكومة تجاه الإشكالات التي تعانيها مع جيرانها خاصة الجارة إثيوبيا. لأن نعرف أن إحنا دكتور يعني جبريل يعني نظرته للاقتصاد ومدرسته الاقتصادية هي تختلف تماما مع مدرسة المستشارين الاقتصاديين وحمدوك، لأنهم ديل بينتموا لمدرسة شيكاغو معروفة، يعني هي مدرسة يعني متشددة جدا يعني في مسألة دعم السلع ورفع الدعم، وهي لا تنظر لأي يعني آثار. أيضا قضية أخرى المهمة والملحة أن الأموال التي تسلمتها حكومة حمدوك من البنك الدولي لمعالجة الأسر الاجتماعي للإجراءات التي تم اتخاذها، هذه الأموال لم تسلم للفقراء والمساكين، ولم يتم حصر الفقراء والمساكين الذين سيمنحون $5. أنا ما أعرف $5 دي بعدين حتكون بسعر بنك السودان ولا بسعر الموازي القاعد تسعر به الدولة المحروقات وتسعر به خدماتها للجمهور. أبرز تحدي ممكن يواجهه هو التوافق بينهم، التوافق الذي يشمل كل القوى السياسية المشاركة في مكونات هذه الحكومة حتى تعبر بالبلاد إلى بر الأمان من قضايا وخلافات عصفت بالسودان لفترة طويلة جدا من الزمن، كان دائما يسيطر عليها المكسب السياسي والمكسب الحزبي. الآن يفترض أن يكون هذا التوافق الذي تم عبر بعد اتفاق السلام وتشكيل حكومة قومية بهذا المستوى الكبير، يجب أن يكون هناك توافقا كاملا وتعاونا حتى لا نمر بذات المشاكل التي يعني حدثت في السابق. طوى السودان صفحة أخرى من الخلاف وجنح حملة السلاح بالأمس إلى السلم، لكن السودانيين ينتظرون حربا جديدة على الفقر وتردي الوضع المعيشي. فهل ينجح الوزراء الساسة فيما فشل فيه التكنوقراط على مدى الشهور الماضية؟